يعني لو عايز ترفع روحك المعنوية وتعدل مزاجك روح اتفرج على منتخبنا الوطني لكرة اليد. صدقوني يعني الواحد بكل حب بيكلم بجد من القلب، فعلا الواحد عايز يبارك لمنتخبنا الوطني لكرة اليد اللي قدر ان هو يحقق فوز كبير على منتخب بيلاروسيا بنتيجة 35-26، فرق 9 أهداف، عزز موقفه وقدم مباراة قوية جدا جدا جدا، يعني في بطولة صعبة جدا، بطولة العالم لكرة اليد اللي بتقام على أرض مصر وهتنتهي يوم 31 يناير، بطولة كبيرة بينافس فيها منتخبات كبيرة. لما نقف عند منتخبنا الوطني شوية لأنه ماشي بخطة ثابتة، ده كان تاني مواجهات في الدور الرئيسي للمجموعة الرابعة اللي موجود فيها منتخب مصر مع السويد مع بيلاروسيا مع سلوفينيا، مواجهات كلها قوية جدا. وعايز أقول لحضراتكم أنه مفيش حد امبارح اتفرج على المنتخب إلا واجتمع على كلمة واحدة أنه أداء رجولي أداء بطولي، كلهم نجوم. يعني الواحد الحقيقة مش عايز يعني يثني فرد ويسيب فرد أو يعني يتكلم عن لاعب ويسيب لاعب آخر، ولكن الكل كان شاطر، الكل كان مجتهد جدا. ويمكن اللي كان ملفت للنظر شوية رشا هو كان محمد عصام الطيار، طبعا حارس المرمى اللي أنقذ عديد من الكور اللي كانت جاية على مرمى منتخبنا الوطني. على فكرة محمد ده من أول ماتش من اول البطوله الطيار مسافر بينا ان شاء الله على النهائي باذن الله. وعايز اقول لكم انه كمان القائد السلاح الفتاك احمد الاحمر اللي يعني مراوغاته حاجه مبهره، يعني بيفوت من اللعيبه الحيطان اللي واقفه كده سد عادي كانهم مش موجودين، حاجه قمه في الاداء قمه في الروعه. وكمان عليهم احمد هشام دودو الصاعد اللي اخذ رجل المباراه امبارح امام منتخب بيلاروسيا، كان موجود في كل مكان، موجود على خط على دايره المهاجمين، موجود بيحرق اهداف بكافه الاشكال وكافه الطرق، وبرده يعني حاجه جميله جدا. زي ما بقول لحضراتكم الواحد مش عايز يتكلم عن لاعب معين، ولكن دول لفتوا النظر جامد جدا امبارح، والحقيقه كلهم في كل ماتش واخدينها يعني بحماسه، واخدينها بالتزام بانضباط، وعينهم على اللي جاي. خلاص يعني كنا 70 حتى بعد الفوز امبارح، احنا خلاص هنطوي الصفحه دي، هنركز في مباراه سلوفينيا اللي بالمناسبه اتعادلت امبارح مع منتخب السويد في الدقائق الاخيره، ويعني ساعدونا ان احنا نتصدر المجموعه بتاعتنا، وباذن الله خلاص فاضل على الحلو زقه ونوصل ان شاء الله لربع النهائي، ونبارك كمان للمنتخب يعني في صعود بعد صعود، كل مره نقعد القعده دي ونبارك لهم ان شاء الله. بص هو النهارده يوم جميل، لان لو تاخد بالك احنا بدينا الحلقه بفيديوهين او بنتكلم على مشهدين كلهم شباب مصر وشباب واعد وشباب صح. جميل رب. وشباب صح. نفتخر بيه. فيعني الواحد بيبقى فرحان لما بيشوف ولاد بلده الجيل اللي جاي بيرفع يعني شكله كده وبيرفع اسم مصر عادي. يعني يا رب دايما 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 كل شباب مصر يكونوا موفقين ومشرفين مصر دايما. بالظبط كده. تيجي نروح لفقرة